إن الأمر يتعلق بممارسة الاجتماعية التي أعتبرها المسألة تحدي أكبر لتحقيق مشروعي المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها في إطار مبادرة مفتوحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اليوم شرف السيد عامل الإقليم آسافي على ترأس احتفال ديال تخليد الذكرى 17 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة متجددة لإدماج الشباب. وهذا يعني في خلال هذا الحفل يعني تم افتتاح ديال الحفل بكلمه ديال السيد عامل الاقليم الاسفي اللي تطرق فيها يعني الورش ديال المسار ديال الورش ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك التاثير ديالو على الساكنه، بالاضافه الى حاصله برنامج الثالث ديال تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، بالاضافه الى يعني برامج ديال مجموعه من البرامج الاخرى كدعم ديال سلاسل ديال القيمه. وفي هذا الباب يعني تم تقديم ديال هذه الحاصله ديال هذه المشاريع. بعد ذلك كان يعني كان مجموعه ديال الشهادات ديال حاملي المشاريع اللي قدموا شهادات حيه، ومن خلالها يعني وجهوا يعني دعوه صريحه للشباب يعني العظيم يعني باش ينوض ويقلب. وراه كاينه مؤسسه كاينه مبادره يعني برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كيدعم الشباب، خاص الشباب فقط انهم يثيقوا في المؤسسات ديال الدوله، وراه جميع الابواب ديال الاداره ديال راها مفتوحه في وجه الجميع. بالاضافه الى تم كذلك شهاده حيه لمجموعه من الشباب يعني اللي قدموا والمسار ديالهم وكيفاش تحصلوا على الدعم ديالهم من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بالاضافه لتكريم هاد الشباب على المجهودات اللي بدوها من اجل اخراج مقاولات ديالهم الى حيز الوجود. هذا الزوال يعني خرج السيد عامل الاقليم الاسفي الى مجموعه من المشاريع اللي دائما كتندرج في اطار برنامج ديال تحسين الدخل الاقتصادي للشباب، بالاضافه الى زياره يعني فضاء المنصه ديال الشباب اللي كتعلق اللي كتهم جمعيه ديال انكتيس، يعني شاف في يعني واحد المجموعه ديال المشاريع مشروع بجريفات اللي كتعلق يعني ب يعني كونترول ديال الفيكول يعني كيدير التشخيص يعني ديال لي فواتير وشنو هي الاعطاب مثلا اللي كتكون لي فواتير وكيفيه ديال الاصلاح ديالها. وكاين مشروع اخر اللي كان يعني ديال جاردناج يعني ديال جديد، بالاضافه الى كاروش اللي كانوا اربعه ديال المشاريع، يعني واحد خاص ب يعني الجبن ديال الحليب ديال المعيز، وواحد خاص ب يعني ديال الشعير المستنبت، اخر خاص يعني بالدجاج البلدي. دونك هذه هي مجموعه ديال المشاريع اللي شافها السيد عامل في اطار تخليد عمل اقليم اسفي تخليد ذكرى 17 المبادره الوطنيه لانطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. دونك اليوم انكتوس كان لها الشرف انها حضرت الذكرى 17 للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واللي من خلال ديالو في هذا الحفل قامت انكتوس بتقديم الانشطه بما فيها من فعاليات تكوينات ومواكبه اللي قمنا بها في طيل هذه المده ديال المواكبه ديالنا مع لي بينيفيسيغ اللي كيستافدوا من لاكومبانيمون تكنيك عند انكتوس. بالنسبه للمساهمه اللي كانت عندنا في الحفل او في البرنامج، المساهمه ديال انكتوس ولا اي جمعيه من الجمعيات اللي كتواكب الشباب هي المواكبه التقنيه اللي كنديروا، اللي كيف قلت لكم كيكونوا فيها دي فورماسيون، تيكونوا فيها دي زيفينمون، تيكونوا فيها دي سيسيون 1 تو 1 اللي كنخدموا فيهم على لو سويفي مع لي بينيفيسيغ اللي عندنا. دونك اليوم تقدموا دي بروجي تيمونياج اللي منهم بروجي دير فوكس ولو بروجي فيما سيش اللي يقدروا يبينوا لي بروجي ديالهم واللي يقدروا يبينوا لا فالور اجوتي اللي عندهم في لو بروجي، بحال لو بروجي دير فوكس اللي كيقوم على تعزيز الفعاليات التربويه والتعليميه عند الاطفال، ولو بروجي فيما سيش اللي تيقوم على التثمين ديال السمك اللي كيكون في مدينه اسفي. كان عندنا حتى ليكسبوزيسيون ديال لو بروجي سيت مارين اللي كيعمل على لا كونسيبسيون ديال لي تري اللي كيخدموا تو سكي هيدروليك، واللي حتى هي ان فالور اجوتي كبيره باغ pour le domaine de pêche maritime في اسفي. كانت زياره ديال السيد العامل الكاتر بروجي اللي كانوا في دوار كاروش في حد حراره، دونك تما كان واحد البيزنس ماتشين انتر كاتر بروجي، لو بروجي اللي دار لا كونسيبسيون دي لونيتي اللي كان فيها لو بروجي ديال فاطمه صافي بيو اللي كيدير تو سكي هيدروبونيك، تتخدم على لا ميثود هيدروبونيك وتتخرج واحد الزرع اللي كيقدروا يستافدوا منه بزاف ديال الفلاحين. دونك لي بروجي اللي كانوا معاه هما لي بروجي اللي ايغالمون استافدوا منها، بحال لو بروجي فارم تشيك ديال الدجاج اللي كياخذ هذاك لو برودوي اللي هي كتقدموا وكيطحنوا وكيقدموا
الدجاج اللي عنده بحال برودوي البين ميلك اللي كيقدموا ايغالمون لهذاك ماعز البين اللي عنده واللي كيقدر يخليه انه يزيد في الانتاجيه ديال الحليب ديالو. فوالا هادو هما لي بروجي اللي كانوا معاه. الصلة الاوليه لحد الساعه هي تمت المواكبه ديال اكثر من 300 شاب وشابه، يعني هادو كانت المواكبه ديالهم، كملوا لي 3 mois de formation ديالهم، خداو لاتيستاسيون دو فورماسيون ديالهم، وكانت المواكبه ديال اكثر من 30 شخص اللي قدروا انهم يخرجوا على ارض الواقع ويديروا الشركات ديالهم.